السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الخامس الابتدائي. معانا يونت 8، A visit to Failaka Island، زيارة إلى جزيرة فيلكا. كلنا طبعا عارفين جزيرة فيلكا. بنتعلم يا ولاد في اليونت دي، في الوحدة دي بتعلم في يونت 8. بناخد يا ولاد بالنسبة للجرامر، بتعلم the present perfect، المضارع التام have you ever been to، بتعلم بالنسبة للسؤال والإجابة، أو أعمل سؤال وأجاوب عليه، أعمل جملة في المضارع التام، بتعلم كمان the past simple الماضي البسيط، بتعلم كمان the present simple المضارع البسيط. talk ask and answer about events in the past and the present، بتكلم وأسأل عن أحداث في الماضي وفي المضارع. الكلمات الجديدة هنقرأها مع بعض ونبدأ مع بعض الدرس. Have you ever been to Failaka Island? Have you ever been to Failaka Island? هل أنت على الإطلاق كنت أو زرت جزيرة فيلكا؟ كمان عندي عايز أقول never been. never دي معناها سبق لك، معناها ان في حياتك كلها، يعني انت عملت الحاجه دي في عمرك ولا لا. هنا بقول له هل انت او هل سبق لك ان زرت جزيره فيلكا قبل كده على الاطلاق؟ يعني هل رحت جزيره فيلكا دي في حياتك؟ لو هو فعلا راح هيقول له yes I have، نعم انا فعلت. لو ما عملش، لو ما راحش هيقول له no I haven't، لا انا لم اذهب. خلاص I have باختصار شلة بين بقى تفايلكا ايلاند. طيب You have found an ancient Greek coin، انت وجدت عملة يونانية قديمة. الكلمات الجديدة ancient، ancient قديم، been هو زار او كان. خلاص bottle زجاجة، coin عملة، found وجد، جيك يوناني، بط وعاء أو حلة، أو سين رأى، ده في التصريف الثالث، special خاص، temple معبد. يقول لي listen and read، هنسمع ونقرأ مع بعض يا ولادي. listen and repeat. unit 8. a visit to Failaka Island. Pages 6 and 7. Exercise 1. Listen and read. Look, there's Failaka Island. We're going northeast. Have you ever been to Failaka Island? We've been there 3 times. Yes, I have. I've been there often. Have you ever seen the temples? Yes, we've been to Icarus and Azuk. I always look for old bottles and pots on the island, but I've never found anything. Have you ever visited the museum? No, we haven't. It's very interesting. Let's go there. It's in the west. Look! A coin! I'll take it to the museum. I found this outside the museum. I've never seen a coin like this before. I think you found something special. Have you ever learned about the ancient Greeks? Yes, we have. They lived on Failaka many years ago. That's right. I think you found an ancient Greek coin. Well done. Great! I found something on Failaka. I'm going to tell Sammy about it. هنا ولاد بيقولي look، انظر، there is Failaka Island، هناك تكون جزيرة فيلكا.
We are going northeast. نحن ذاهبون إلى الشمال الشرقي. اوعى تتلخبطني في الاتجاهات. قلنا الشمال دي عشان ان الان موجوده فوق، الان قبل الاس يبقى الان تبقى فوق والاس تبقى تحت. اللي فوق الشمال واللي تحت الجنوب، هنا شرق وهنا غرب. نحن ذاهبون الشمال الشرقي. سارة بتقول Have you ever been to Failaka Island؟ هل أنت وسبق لك من قبل وزرت جزيرة فيلكا؟ قالت We have been there three times. نحن كنا هناك ثلاثة مرات، رحنا جزيرة فيلكا دي في حياتنا ثلاث مرات. يبقى أنا لما أجي أسأل سؤال في المضارع التام أقول له Have you، بعد كده ever، نحفظ يلا مع بعض أهو، بعد كده بين، ده التصريف الثالث من بي، انا عندي is او are، التصريف الثاني منها was او where، التصريف الثالث منها على طول يبقى بين. يبقى لما جاك سؤال في المضارع التام اسال واحد زرت مكان قبل كده اقول له have you ever وبين. have you ever اهم حاجه تحفظ لي الثلاثه دول، have you ever، بعد كده تحفظ التصريف الثالث من الفعل. ممكن اقول لي اجاوب به به او شيء، اقول له has she او has he. خلينا مع هاف دلوقتي، هاف يو ايفر، خلاص بين يجي وراها الحرف جر تو، بعد كده اسم المكان اللي هو زاره عندي في الدرس فيلكا ايلاند. طيب قالت نحن كنا هناك زرناها ايه ثلاث مرات، الجواب بتكون الفاعل بعد كده هاف وي هاف، بعد كده اشيل ايفر من الاجابه، اوعى تحط ايفر في الاجابه، بين وايه والعدد عدد المرات اللي انت رحتها. اين قالوا 3 تايمز ثلاث مرات، خلاص. قالت يس اي هاف، نعم انا، اي هاف بين ذير اوفن، انا كنت هناك زرتها غالبا مش كثير. هاف يو ايفر سؤال تاني في المضارع التام، لكن المره دي مش بيقول لي بين، بيقول لي سين. سين دوت لو انا لغيت الان دي هيرجع الفعل في التصريف الاول اللي هو سي، فاكر سي يعني يرى. Have you ever seen، have you ever seen، يبقى بقول له ايه، هل سبق لك وان رأيت the temples المعابد، خلاص. يبقى اهم حاجة have you ever احنا حفظناها، يجي وراء التصريف التالت، انا عندي سي سو سين، خدنا التالت حطينا بعد ever، خلاص سهلة جدا اهو. قالوا yes we have been to Icarus and Azuk. قالوا ايه يا ولاد، قالوا نعم we have been، نحن زرنا، كل دي زرنا، خلاص زرنا، يعني هو قالوا رأى هنا هيقول له زرنا، المفروض اقول له السين طبعا. Icarus و Azuk، خلاص. I always look for، الولاد اللي معاهم الكراسة وبيكتبوا كل كلمة بقولها في الكراسة، وبعد كده لما اجي اقول معنى بيكتب معناها جنبها، يلا احفظوا. I always look for old bottles and pots on the island. انا دائما ابحث عن الزجاجات القديمة والاوعية اللي هو الوعاء طبعا، الاطباق في او على الجزيرة. But I have never found anything، لكن أنا لم أبداً أجد شيء. Have you ever visited the museum؟ سؤال تاني بـ have you ever، الفعل visit لوحده معناه يزور، التصريف التاني منه visited، التصريف التالي منه visited، خدت التصريف التالت حطيته بعد ever. Have you ever، هل أنت، هل سبق لك وأن زرت المتحف؟ خلاص؟ يبقى أقول له كده have you ever، التصريف الثالث من الفعل، اسم المكان اللي هو شافه او اسم المكان اللي هو زاره، خلاص يا اولاد. خدنا احنا لو عندي بين يبقى هو كان في جزيرة فيلكا، عندي سين يبقى هو رأى ايه التمبلز المعابد، عندي كمان visited زار الايه المتحف. قالت ايه no we haven't، المرة دي هتقوب لا لا نحن لم. طيب it's very interesting، انه شيق جدا. Let's go there، هيا بنا نذهب هناك. It's in the west، إنه في الغرب. خلاص. Look، انظر. A coin، حلقة أو عملة معدنية.
I'll take it to the museum. أنا سوف أخذها إلى المتحف. I found this outside the museum. أنا وجدت هذه خارج المتحف. الرجل بيقول له I've never seen a coin like this before. أنا لم أبدا أرى عملة مثل هذه من قبل. خلاص أنا لما أعمل جملة فيها never I have never هقول الفعل في التصريف الثالث وفي الآخر أقوله before من قبل. I think you have found something special. أنا أعتقد أنك وجدت شيء خاص. Have you ever learned about the ancient Greeks? هل سبق لك وأن تعلمت عن اليونانيين القدماء؟ Yes, we have. نعم نحن فعلنا بالفعل. They lived on Failaka many years ago. هم عاشوا على جزيرة فيلكا منذ العديد من السنوات. That's right. ذلك صحيح. I think you have found an ancient Greek coin. أنا أعتقد أنك وجدت عملة يونانية قديمة. Well done. أحسنت. Great. عظيم. I found something on Failaka. أنا وجدت شيء ما في جزيرة فيلكا. I am going to tell Sammy about it. أنا سوف أخبر سامي عنها. نحل مع بعض الأسئلة. Read and answer. السؤال الأول يا أولاد بيقول لي Has ياسمين been to Failaka before؟ هل ياسمين سبق لها وأن كانت لجزيرة Failaka من قبل؟ تعالوا نشوف الدرس كده. ياسمين قالت إيه؟ بتسأل سؤال. هنا ياسمين قالت Yes I have. السؤال بيقول له Have you ever to Failaka؟ قالت Yes I have. I have been there often. يبقى أنا في الإجابة أقول له Yes she has. ماشي؟ She has been there often. يبقى الإجابة هتكون كالتالي. الإجابة على السؤال اللي بيبدأ بهاز أو هاز هقول له في الإجابة إيه؟ يس. ياسمين راحت فيلكا هقول له إيه؟ يس. ماشي؟ وبعد كده أقول له إيه؟ أعوض عن ياسمين هنا بشي. هي. ما أقولش ياسمين. وبعد كده أقول هاز. أخلي الـ H كابيتال. سمول. يس شي هاز. هقول له كده جملة جديدة. هقول له إن هي she has been there often. هي كانت هناك غالبا. How many times have ناصر and Sarah been to Failaka? كم عدد المرات اللي ناصر وسارة زاروا Failaka؟ ما هي سارة بتقول إيه؟ We've been there three times. يبقى أنا هقول له إيه؟ عوض عن سارة ناصر وسارة بهم اللي هي إيه؟ عشان دي جمع يبقى أنا أقول عليهم هم اللي هي زي. زي يجي بعضيها إيه؟ have. have الفعل عندي كان في التصريف الثالث مين؟ اللي هو have إيه؟ ها been. they have been هقول له to Failaka هم زاروا إيه جزيرة Failaka ها؟ كم مرة؟ three times ثلاثة مرات. خلاص دي جابت السؤال الثاني. Have they ever visited the temples or the museum؟ هل هم سبق لهم أن زاروا المعابد أو المتحف؟ موجودة في الدرس. تعالوا نشوف قبل كده. ياسمين بتقول لسارة هل Have you ever seen the temples؟ قالت Yes we have been to Icarus and Azuk. راحوا المعبد وشافوا إيكاروس وأزوك. ياسمين بتقول لها Have you ever visited the museum؟ قالت No we haven't. يبقى هم زاروا المعابد لكن ما زاروش المتحف. يبقى أقول له Yes they have. هقول له Yes they have. ماشي؟ لكن هقول له جملة جديدة بتقول they إن هم ها have visited زاروا مين بقى؟ the temples المعابد. خلاص؟ complete and say أكمل وقول
The Nuat lived on Failaka many years ago. مين اللي عاشوا في جزيرة فيلكا منذ قديم العديد من السنوات اللي هم الانشانت جريكس الاغريقيين القدماء. يبقى انا هكتب هنا هكتب ancient Greeks ancient Greeks اليونانيين القدماء دي هكتبها مكان النقط دي. ناصر finds an ancient ناصر وجد اي قديم coin عملة قديمة يبقى نكتب coin خلاص. يبقى أهم حاجة في الدرس عندي إن هو have you ever been to Failaka؟ هقول له yes I have أو no I haven't. وما أجي أسأل سؤال بقى بعد كده have you ever أهم حاجة نحفظ الاتنين دول ويجي وراهم التصريف التالت. have you ever visited have you ever seen the temples have you ever be have you ever visited the museum have you ever learned about the ancient Greeks وهكذا. إيه هنا بيقول لي بستخدم بقى have you ever been to Failaka؟ هقول له yes I have أو no I haven't. ask and answer هسأل وأجاوب. هنا بتقول لها have you ever been to Failaka؟ هل أنت سبق لك وأن زرت جزيرة Failaka؟ قالت yes I have نعم أنا أو no I haven't لا أنا لست. طيب هنسأل بقى ونجاوب على الصور دي. go to Failaka go to Failaka. انا دلوقتي يا اولاد عندي الصور ديت انا هعملها لكم بقى عشان ايه كله يفهم معايا السؤال. هعمل سؤال اول حاجة على مين على اللي هي على اول صورة اللي هي go to Failaka. يبقى انا هسأل سؤال هقول له have يلا معايا كده you ever التلاتة الكلمات اللي قلت لك احفظهم have you ever. طب عايزين نجيب التصريف التالت من go ها go went gun يبقى gun التصريف الثالث من go gun هي هي go لكن ضفت لها مين ان اي في الاخر ضفت لها ان اي في الاخر ها gun ونكمل to ايه to Failaka خلاص to Failaka. الاجابه بتكون ايه ها اما اقول له yes I have أو no I haven't خلاص اللي جابه قدامكم اهي. طيب عايز اقول له السؤال على الجملة التانية have ها خلاص بقى you ever اجيب التصريف التالت من مين من find find found found يبقى found have you ever found ها an old but هل أنت وسبق لك وأن وجدت وعاء قديم عايزين نسأل سؤال على سيزا تيمبل ها ده احنا عارفينها. نعمل سؤال أول تلات كلمات احنا حافظينهم have you ever ها أجيب التصريف التالت من سي سين هي هي سي لكن ضفت لها مين ان وعندي جو التصريف الثالث ضفت لها ان اي احفظوا الخطوات دي ها وايه اللي بعد سي ها ذا تيمبلز المعابد اللي جابها تكون يس اي هاف او نو اي هافنت. نعمل سؤال على الصور الاخيره دي ها visit the museum يزور المتحف عايز اقول له هل انت سبق لك وان زرت المتحف اقول له have ها you ever تصريف الثالث من visit visited ده بضيف له ed ده بنضيف له ed visited ايه the museum المتحف. طيب السؤال اللي بعد كده ها have you ever تصريف التالت من learn learned بنضيف له ان اي بنضيف له اي دي ده regular verb فعل منتظم الافعال المنتظمه دايما الماضي منها بينتهي باي دي ينتهي باي دي ماشي
ادي اول ملحوظة هقولها في الماضي اهو. لسه ان شاء الله الايام القادمة ان شاء الله هنشرح طبعا على السبورة about the نكمل ancient تعلمت عنها اليونانيين القدماء Greeks ancient Greeks خلاص. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.